مازال اللقاء مازال التواصل كيجمعنا بكم مستمعينا من خلال برنامج اللامولاتي، وغادي نمشي مباشره للشيوات اللامولاتي واللي غادي تشارك معنا اليوم. ناديه اريزي من تارودانت، صباح الخير ناديه. صباح الخير اللامولاتي، لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله، وانا فرحانه بزاف. خاصني ناخذ مع نجالي شي تزغريته اليوم. مرحبا، شكرا حبيبتي، وحشناك بزاف، ونتمنى تكون على خير انت وكل الاسره ديالك. الحمد لله، كل شيء لاباس، الله يبارك فيك، وانا جيت سعيده للتواصل ديالي معك. مرحبا، وانا مستمعه قديمه وديما أيه من بدايه البرنامج فعلا. نسمعوا عليك المستمعه الصراحه، بارك الله فيك، يوصل الحمد لله. نسلموا على سنه. لا لا اختك ناديه، شكرا. كاينه ظروف والحمد لله. الحمد لله، الحمد لله، هادشي اللي كاين. مرحبا بك ناديه، ومرحبا بتواصلك معنا. شكرا، وتحية كبيرة لك والأخت اللي تستقبل مكالمات، وتحية للطاقم الصحفي والإداري والتقني لإذاعة ميد غاديو. مرحبا بسلامك، وتحية لجميع المستمعات الحادقة ديال لامولاتي. وقبل ما نقدم لك الشهيوات عندي تحية قصيرة للمستمعات. أييه تفضلي. تحية كبيرة وخاصة لمدام عائشة السعيدي، وتحية النازية من وجدة، تحية الجميلة آخر راز من تارودانت، وتحية النادية أمري من تمارة، وتحية لخالتي ملكة من وجدة. ونسيتها تسمح لي، وراهم عزاز عليا بزاف وتسلموا كاملين. وانت اعز. مرحبا بك ناديه اريزي من تارودانت على تواصلك معنا. تفضلي نبداو على بركه الله، اشتقينا لاقتراحاتك وشهواتك. مرحبا. شكرا حبيبه، اليوم غادي نقدم لك وصفات اكيد مجربه وضمون 100%. انا اليوم غادي نقدم لك طاجين بالكفته الدجاج وبالكروفيت، وممكن السيده تعوض الكفته الدجاج بالكفته السردين، حيت بجوجهم مجربين. بالنسبه للمقادير، عندنا نص كيلو ديال الكفته ديال الدجاج، وعندنا زلافه صغيره ديال الكروفيت، عندنا بصله صغيره محكوكه، عندنا حامضه مصيره، جوج دروس ديال الثومه، عندنا ملح وليزار، كمون، حميره، حرقوم، نص كاس ديال الروز مسلوق، خيزوه وحده هذه غير التزيين مع الزيتون، وعندنا فلفله مشويه، تختار السيده ما حمراء ولا خضراء، المهم تكون مشويه. وعندنا هادو هما المقادير اللي غنحتاجوهم باش التتبيله ديال الكفته. اييه تفضلي. وبالنسبه لها وعندنا ثلاثه ديال المطيشات محكوكات، هذه ديال باش نديرو الطاجين. المهم انا نعطيك المقادير كلها، هي عاد ندوز لك الطريقه. عندنا ثلاثه ديال المطيشات محكوكات، عندنا كذلك جوج دروس ديال الثومه، عندنا الربيع، هادو هما المقادير. بالنسبه للطريقه، تناخذوا الكفته مع الكروفيت، تناخذوا الكروفيت تنقرضوه بحال تنقرضوا القزبر باش ما يبانناش، تنقرضوه مزيان، تنضيفوا له بصله محكوكه، تنضيفوا له الثومه والعطريه اللي ذكرت. ايوا، والربيع، وتنديروا هذا القشره ديال الحامض المصير، ملعقه صغيره ديال القشره ديال الحامض المصير. هاد الطاجين اللسانه الا جربتي غتولي ديما ديريه، لانه تيجي بالطيبه ديال الحوت. واخا ان شاء الله تيجي بحال الحوت البيض الا درتي الكفته الدجاج. ايوا، وتناخذوا بالنسبه للمقادير كما قلت لك، تنخلطوا كل شيء مع العطريه، وتندير له جوج معالق ديال الزيت، وتنخليه جانبا. تندوز تناخذ طاجين تنحك فيه ثلاثه ديال المطيشات مع جوج دروس ديال الثومه، وتنضيف الربيع، وتنتبل بالعطريه اللي تبلت بها هذا الكفته. نفس العطريه شويه شويه. ايوا، ونشحر مزيان، وندير دوك الكويرات ديال الكفته تكون كبيره شويه، ونزينو بالفلفله مشويه تنقطعوها شرائح، والخيزو ديك خيزوه تنحكوها تجينا على شكل طولي، تنزينو بها، وتنزينو بالحمض المصير والزيتون، وبالصحه والراحه. تنطلي الطبيب على عافيه مهيله، وبالصحه والراحه. وكما قلت ممكن السيده ديال الكفته ديال السردين. واخا. ايوا، وغادي نعطيك طريقه ديال التحضير ديال الفرماج في الدار. بالنسبه لطريقه التحضير ديال الفرماج، عندنا كاس حليب غبره، كاس العنبه ديال الحليب غبره، وعندنا جوج فرماجات، وعندنا واحد ياغورت مفتوس، نص كاس ديال الحليب يكون سائل، ونص كاس ديال الزبده مذوبه، والملح، ونص حامضه. هادو هما المقادير. بالنسبه للطريقه، تناخذوا الميكسور تنعملوا فيه الكاس الحليب غبره مع نص كاس حليب والزبده، المهم المقادير كلها هي من غير الحامض. كنخلطوا مزيان، عاد تنطلعوا بحال كنطلعوا المايونيز ديك الحامضه.
حنا تنضيفوا الحامض وتنخلطوا راه تيجي عاقد وبنين. اييه هذا فرماج ساهل وبسيط في المقادير ديالو. الله يعطيك الصحه نادية. الله يحفظك. وبالنسبه لشكلاط الدان حتى هذا اقتصادي وساهل. تفضلي. ايوا عندنا كاس ديال العنبه ديال نشا تكون مغربله. عندنا جوج كيسان ونص ديال الحليب يكون سائل. عندنا جوج معالق كبار ديال كاكاو غبره. وعندنا جوج معالق كبار ديال شكلاط غبره. وعندنا ملعقه كبيره ديال الزبده. وعندنا كاس ديال سنيده. وخمسة دراهم ديال الشكلاط اسود. هادو هما المقادير. بالنسبه للطريقه تناخذوا كاسرونه تنديروا فيها كاس النشا مع الحليب مع المقادير كلها هي من غير الزبده والشكلاط. من غير الزبده والشكلاط الاسود مربعات هادو ما تنديروهم. تنديروا كل شيء وتنخلطوا في الاول عاد تنديروا فوق العافيه باش ما يتكورش لينا. ايوا ملي تنخلطوا تيعقد لنا تنحيدوا من فوق البوطه تنديروا له ديك خمسه دراهم ديجا مذوبينها في الضماغي مع ديك ملعقه كبيره ديال الزبده. تيجي رائع واقتصادي. تبارك الله عليك الله يعطيك الصحه. فعلا الامهات يعني كيبغيو انهم يعرفوا طريقه تحضير لا سواء الشوكولاته الدهن ولا الفرماج بكل انواعه لانه الوليدات تيبغيوه بزاف وكل سيده وعندها الطريقه ديالها في التحضير واللي كيصدق من المره الاولى يعني المره الاولى خصنا غير نجربوا وخصنا نتبعوا المقادير كيف ما تعطاو لينا بالمراحل المضبوطه. الله يعطيك الصحه ناديه. الله يبارك فيك. وبالنسبه فيه جوج معالق كاكاو غبره هذا الحلو وبالنسبه للشوكولاته غبره الحلو وكاكاو غبره المر. باش ما يتصحبش السيده انا عاودت الكاكاو جوج مرات. اييه ايوا وغادي نقدم لك كيكه بهذا بياغورت ديال بالنكهه ديال الرمان. واخا عندنا في المقادير عندنا اربعه ديال البيضات كاس مع مرش ديال الزيت ديال العنبه كاس ديال سنيده كاس ديال الكوك واحد ياغورت بالنكهه ديال الرمان أربع كاس ديال السيرو ديال الرمان وعندنا دقيق حسب الخليط وعندنا ثلاثة ديال الخمارات وفاني. هادو هما المقادير. في الخلاط أنا بالنسبة للكيك أنا كنخلط المقادير في الخلاط تجيني مزيانة. ممكن نخلط المقادير كلها هي في الخلاط من غير الدقيق والخمارة. ايوا تنخلط كل شيء من بعد تنديرها في شي باسينة تندير هذا الخمارات مع الدقيق وتندهن المول عادي بالزبده والدقيق وتنخوي الخليط وندخلها للفران. ملي كطيب كنوجد الكريمه. بالنسبه للكريمه عندنا واحد ياغورت بنكهه ديال الرمان وبيه باش كنعبروا كاس ديال الحليب وجوج معالق النشا حسب الذوق. انا تندير ثلاث معالق ثلاثه ديال المعالق تقريبا. واخا ايوا وهذا وشوي هذا ثلاثه القطارات ديال السيرو ديال الرمان. ممكن السيده بغاتها غوزه ولا بغاتها تجي حمراء المهم. المهم تندير انا شويه ديال السيرو ديال الرمان. واحد السيرو ديال الرمان تيكون اللون ديالو يعني غامق يعني ما تنهضروش على العصير ديال الرمان تنهضرو على السيرو ديال الرمان اللي تيكون في قرعه طويله واللي تيكون يعني بنكهات راكين ديال الرمان ديال النعناع وديال الحامض وغيره. ولا غنضيفوا منه قطيرات. قطيرات بالنسبه للطريقه ديال هذا الكريمه تنديروا كاس الحليب مع الياغورت ديال الرمان مع جوج معالق نشا ثلاث معالق سنيده تنخلطوهم عاد تنديروهم فوق العافيه حتى كيعقدوا لنا وتندير ديك القطره ديال السيرو ديال الرمان وتندير فوق ملي تنخرج الكيكه تتبرد تنديرها الفوق تندير فوق منها هاد الكريمه وتنزين بعلبه ديال الفخوي كونفي تنزين بها اولا تنزين بالفيغميسي الالوان. المهم حسب السيده شنو بغات. وممكن السيده لو ما بغاش دير هاد الكريمه تتاخذ ربعة الشكلاط الابيض كتذوبو في دماغي وتدير له قطرات ديال هاد الملون صافي وكتكتفي بهاد الكريمه. الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك نادية. الله يبارك فيك. وغادي نعطيك كيكة أخرى باقي الوقت. أييه تفضلي. إيوا غادي نعطيك كيكة مسقية بصوص ديال الشوكولا تجي واعرة هادي تجي معلكة. واخا. بالنسبة للمقادير عندنا ثلاثة ديال البيضات كاس ديال الماء عادي كاس ديال الزيت مع عامرش ديال العنبه كاس ديال السنيده باكيه ديال الشوكولاط غبره وملعقه كبيره ديال الكاكاو غبره وعندنا ثلاثه ديال الخمارات وعندنا دقيق حسب الخليط والقشره ديال الليمون محكوك وهذوما المقادير. وبالنسبه للصوص
عندنا 5 دراهم ديال الشكرات اسود وكاس صغير ديال عصير ديال الليمون. هما المقادير، المهم تنخلطوا المقادير كما واخا. تعاودي لنا تجي المقادير ديال الكيك الا سمحتي. اها عندنا 3 ديال البيضات، كاس ديال الماء، كاس ديال الزيت ما يكونش عامر، كاس سنيده، باكيه ديال الشوكولاتة غبره، ملعقه كبيره كاكاو غبره، دقيق حسب الخليط، 3 الخمارات وقشره ديال الليمون. هذو هما المقادير. وعندنا 5 دراهم ديال الشوكولات الاسود وكاس صغير غادي ديال اتاي، كاس صغير ديال الليمون ماشي ديال العنبه، ديال العصير ليمون برتقال. ايوا المهم تنخلطوا المقادير كما قلت لك، تنخلطوا المقادير كلها هي من غير الدقيق والخماره، من بعد تنضيفوهم، تندهنوا المول بالزبده والدقيق، تنخويو الخليط، وملي كطيب كناخذوا ديك 5 دراهم ديال الشوكولاته تندوبوها في بان ماغي حتى كدوب، تنحيدوها فوق من العافيه وتنضيفوا لها ديك العصير ديال الليمون وتنخلطوا. اها وتنسقوا ديك الكيك بالفرشيط او الكوردون وتنخويو هذا الخليط، لان بالنسبه لهذا الشوكولات يتواتم مع المذاق ديال الليمون. اييه ممكن يجي مذاق رائع بزاف. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك نديه. الله يبارك فيك. شكرا على هذه الاقتراحات اللي قدمتي لنا اليوم. مثلا عندك شي اقتراح؟ اييه واخا تفضلي. غادي نعطيك بيني. اييه بيني، طريقه تحضير البيني. زوين. واخا خاص موبيل تفضلي. وعندنا كاس ديال العنبه ديال الكوك. وكاس ديال العصير ديال الليمون، عندنا 2 بيضات، عندنا هذا قبصه ديال الملح، وثلاث معالق ديال السكر، وعندنا فاني، وخماره حمراء، وخميره معجونه، ونص كاس ديال الزبده مذوبه. هادو هما المقادير، وتنجمعوا بالحليب يكون دافئ. المهم تنخلطوا المقادير كلها هي. تنخلطوا المقادير كما غادي نعاودوا المقادير انا ديال سمحتي. واخا عندنا نص كيلو ديال الدقيق، عندنا كاس ديال الكوك، كاس ديال الليمون، 2 بيضات، قبصه ديال الملح، 3 معالق ديال السكر، وعندنا فاني، وخماره، وخميره معجونه، وهذا ونص كاس ديال الزبده مذوبه. اييه وتنجمعوا بالحليب يكون دافئ. تنخلطوا المقادير كلها هي. ايوا تنخليوها تخمر، من بعد تنطلقوها بالمدلب، تنقطعوها على شكل اللي بغات السيده، مع هذا بدلافه اولا بالكاس العنبه، وتنخليوها عاود مره اخرى تخمر، وتنقليوها في الزيت تكون سخونه. ايوا بالنسبه للتزيين، اما تندهنوا الوجه ديالها بالكونفيتور وتنديروا لها الكوك، اولا تنعمروها بالكونفيتور اولا بالشوكولا، المهم على حسب السيده شنو بغات. الواحد شنو كيبغي. ايوا باقي الوقت للاسف ما بقاش لنا الوقت ناديه. تبارك الله عليك، تنشكرك بزاف على هذه الاقتراحات اللي وجدتي لنا اليوم، واكيد ان شاء الله نبقاو دائما في تواصل. شكرا لك بزاف ناديه اليزي على تواصلك معنا. مرحبا. وتحيه للعائله ديالي، وتحيه لسكينه يوتر ودانت، وتحيه الاخت منى من رشيديه ونزهه من طنطا، المهم مجموع المستمعات، وشكرا ميد غاديو. الله يبارك فيك، صباحك مبروك ناديه اليزي، مشكوره جدا على تواصلكم معنا اليوم من تارودانت، ومشكوره على كل هذه الاقتراحات البسيطه جدا والسهله في التحضير اللي قدمتي لنا، ونتمنى انه المستمعات يكونوا كيسجلوا معنا هذه الاقتراحات.